قبل الفصل كنا بنتكلم عن التحدي ده، بس تحت الهوا كنا بنتكلم برضو عن فكرة انه طبيعي جدا جدا ان المنتخبات دي والبلاد دي واسر المنتخبات دي تكون خايفه على يعني اللي هيمثلوهم في مصر. فكنا دايما يعني حضراتكم يعني كان منظمين بتفكروا دايما في ايه اللي يجذب النظر، ايه اللي يطمن الناس دي، ايه اللي يطمن المنتخبات ديت يعني بشكل يخليها مرتاحه في الاول في الاخر، بشكل يامنها صحيا اكيد طبعا وسلامتهم. فكنت حضرتك حتى بتتكلم على كيفية اختيار الأوتيلات اللي هم قاعدين فيها، إزاي النهاردة هم مش بيروحوا يتدربوا في أماكن التدريب المخصص ليها، لأن اختيار حتى الأوتيلات ديت كان يعني على قد المستوى إن هم يعني ممكن يتدربوا في الجناين تحت، عشان طبعا موضوع الانتقال ده ما كانش سهل في ظل الجائحة. تمام، اتكلمنا أكتر بالتفصيل عن الجزئية نقول دي. بقى إيه أول ما ابتدينا عشان تقنيع الناس أو الاتحاد الدولي وافق، عملنا الجايد لاين اللي إحنا هنمشي عليه عشان نبعته للناس كلها لتقليل مخاوف الناس وتحسسيهم إن هم جايين في أمان. ده التحدي الكبير اللي كان للدولة المصرية. إيه نقول لهم أنتوا هتيجوا إزاي وهيحصل إيه؟ اللي أنا بقول لحضرتك عليه إن هو في حاجة زي كده اي حد يقول لك انا ايه اللي دخلني في المتاهه دي دوله تانية، ما اجلها شويه 3 4 شهور على ما الدنيا تظبط والجو يبقى كويس والحاجه دي نعملها. فاحنا عملنا يعني ده احتفال بعيد ميلاد واحد من اللعيبه بتوع الدنمارك. طب ما ده نجاح كمان، ده نجاح كمان انك تعمل هذا الاحتفاليه في ظل ده، بيدل ان الناس مطمنه يا استاذ ممدوح. ده الناس مطمنه يعني عندهم نوع من انواع الاطمئنان ان انا قاعد وبحتفل وجايب تورته بنجيب له تورته بنحتفل بيه ودي له هديه والناس قاعد مبسوطه وقاعد في الخاص بيتفاعل معاك. حاجه تانية كمان منتخب الدنمارك ده كنت بتقول لي اكتر منتخب كان قلقان من المنتخبات اللي كانت قلقانه جدا. حقيقي ده حقيقي ده حقيقي. فانا سايب تستمتع الصوره حلوه قوي بصراحه، والصوره بيتحكم وجايين الستاف بتاع الاوتيل ومع الستاف بتوعنا بتوع لجنه الاقامه والاعاشه بيعملوا عليهم الساينج بتاعهم الدنمارك عليها اسمهم المكان بتاعهم حلو قوي بيعملوا تورتايه وبيحتفلوا بيهم وبيدي لهم خلي بالك الديتيلز الصغيره بتفرق مع الاجانب جدا دي يعني مع الاجانب بالظبط انا عشت معاهم بالظبط انت ادرى واحد مننا في حاجه زي كده بيطمنوا جدا الاهتمام الشخصي بالبني يعني يعني حاجه اهتمام بهتم بحضرتك شخصيا يعني لما اجي انا من حاجه من الفنادق او سياحه ما تيجي تدخلي انا عارف ان حضرتك حاجز كابتن هاني حاجز عندنا في الاوتيل هو جاي اول مره ينزل الاوتيل بس انا عارف اقول له اهلا يا كابتن هاني من غير ما فهو بيحس بقيمته وهو رايح مثلا الاوتيل في سريلانكا وعارفينه بالاسم في المقابله الشخصيه دي حتى لو كان متضايق من السفر او 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 فبيبقى يبتدي يهدى او حاجه مضايقاه ففي حاجه مهمه بتدخلي مكان وحد بيقابلك شخصي بتحس ان انت في اهتمام بيكي. فاحنا ابتدينا احنا بقى بنقول ايه عملنا ايه؟ قلنا نبعت لهم للدول كلها نقول لهم على جايد لاين هنمشي عليه. طب ايه هو الجايد لاين؟ اهم حاجه فيه التامين الصحي يعني الاجراءات الاحترازيه الصحيه اللي هي تبقى نقول ان هي بتامن الناس دخولها وخروجها. فعملنا بروجرام اسمه فروم دور تو دور من الباب للباب. ان انت هتجيب الناس من الطياره ترجعيهم الطياره. طيب ازاي؟ تقللي عدد اقل ناس بتقابلهم عدد الناس اللي بتقابلهم والانتقالات يعني التعامل التعامل معاهم يعني التعامل معاهم اقل عدد ممكن على اساس بتقللي مخاطره التعرض مع حد تاني يبقى في تباعد. لا انت بس مش بتعملي تباعد، انت قللتي عدد الناس اللي هتتعامل معاهم. فاحنا كنا خصصنا لكل فريق 2 تيم ليدر مع كل فريق. فالتيم ليدر دول حفظناهم مثلا تيم ليدر بتاع المانيا بيتكلموا الماني الولدين دول كويس قوي وبروفيشنالز جدا وابتدوا يقروا عن فريق المانيا اساميهم ايه والناس ايه وكل حاجه اللعيبه واهم لعيبه مين وي 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 وابتدى بنبعت له الايميل بتاع المدير الاداري بتاع فريق المانيا يتواصل معاه واللاعب ده يقول له انا اسمي اكس اللي هبقى معاكم وده ايه المتطلب يبتدي يقول له انا محتاج كذا انا محتاج ايه انا عايز كذا انا عايز اجيب الشيف بتاعنا تقول طب اسالك يرجع لنا ده عايز يجيبوا الشيف معاهم طب يعمل ايه نسال الاوتيل حاجات تواصل يبقى فيه حاجات تنظيميه يبقى عارف ويعمل ايه عارف بقى هيبعت له بنبعت الرومنج ليست بتاعه بعرف الاوتيل بتاعه هيبقى فين فيبقى عارف الاوضه ده فوق كذا فعارف بقى ان هم ينزلوا في الاوتيل التيم ليدر ده عارف هم ينزلوا في الاوتيل فلان الفلاني الاوتيل ده فبيبتدي يروح الاوتيل مساء الخير انا اسمي فلان انا هبقى التيم ليدر بتاع فريق كذا
فانا عايز اعرف يبقوا في الدور الكام عشان احنا مخصصين لهم دور لوحده لكل فريق دور كل منتخب لكل فريق منتخب طبعا يعني بياخد التفاصيل دور بتاعه ما يبقى فيه الاوضه ده بقى فيه بيتر مع اليكس في اوضه دبل تاني ده اللي مش عارف ايه في اوضه سنجل عارف الاماكن هم لهم احتياجات معينه قاعه اجتماعات مصال الطعام لوحدهم كذا فبيعرف هياكلوا هنا يعمل كذا طب لاندري هيتغسل ازاي هتسيبه في المكان انا هاخد من دوت من حضرتك لان كل منتخب ليه متطلبات خاصه مظبوط يعني انا مزبوط. هاخد برضو الحاجات دي لان احنا مرينا بيها من خلال وجودنا بره ان كل منتخب ليه متطلبات خاصه مختلفه عن منتخب تاني